جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ هذا محل خلاف بين العلماء، طيب، فإذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة سقطت عنه، كما لو فرضنا أن المأموم جاء والإمام في الركوع فإنه يركع معه ويدرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه فات محلها. وكذلك لو كان الإمام يجهر بالقراءة والمأموم لا يستطيع أن يقرأ والإمام يجهر، إنها تسقط عنه أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.